هنتكلم النهاردة عن روشتة العلاج الانتفاخ التطبل. أول حاجة ديسفلاتيل تشاو تابلوت تابلت تابس ديسفلاتيل إقراص مضغ زي الاستحلاب كده يعني، قص مضغ بعد كل وجبة. إيبيكو جيل معلق شراب يعني بيحتاج إن هو يترجم قبل كل مرة بيجي يتشرب، نشربه معلق معلقة كبيرة قبل الأكل، قبل الأكل أو بعد الأكل 3 مرات يوميا. تالت حاجة بوستين شراب معلقة كبيرة وسط يعني شراب يعني مش محتاج إن احنا نرج الإزاز 3 مرات يوميا. ملاحظات على روشتة الانتفاخ، هو تكوين كمية كبيرة من الغازات في الأمعاء مسببا شعور بعدم الارتياح بسبب الانتفاخ والشعور بالامتلاء. يجب معالجة سبب الانتفاخ أولا للتخلص نهائيا من الانتفاخ. العوامل التالية تسبب الانتفاخ: 1 بلع كمية من الهواء نتيجة الأكل بسرعة، 2 المأكولات المسببة للغازات والمشروبات الغازية، 3 إصابة الأمعاء ببعض أنواع البكتيريا أو البروتوزا، 4 الامتصاص مرض سوء الامتصاص أو اضطرابات القولون. ديسفلاتيل يحتوي على بولي ميسيل وهي مادة مجمعة وطارد الغازات. والبدائل كتيرة زي فلاتيديل ديسفلاتيل كربوزيليو زيليانم أوكربون رأس فحم، كل دوت للانتفاخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.